بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم من ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا هذا نتطرق إلى تفسير سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ونريد أن نبتدئ عند الحزب الأخير، لأنني رأيت أن عامة الناس يحفظونه وهم بحاجة إلى معانيه، فأردنا على بركة الله أن نبتدئ في تفسير الحزب الأخير ابتداء من سورة الطارق. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة الكريمة تطلق عليها سورة الطارق تسمية لها بأهم ما برز فيها، وهو كلمة الطارق. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بحرف الواو الذي يفيد القسم. عندنا أحرف اللغة العربية تفيد القسم، يعني إيش معنى القسم؟ يعني الحلف. عندنا الواو، عندنا الباء، عندنا التاء. كنا نحلف نقول والله العظيم وبالله العظيم وتالله العظيم، هذه كلها أحرف ثلاثة تفيد القسم، وليس هناك رابع أو خامس. حروف القسم محصورة في ثلاث حروف، وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه الصورة بدأت بواو القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، وكذلك بهذا النجم بالطارق، النجم الثاقب، لأن الطارق الأصل في الطرق أنه القدوم ليلا، اللي يجيك في الليل يطرق عليك، بالأخص في الليل هذا يسمى طارق، يأتي في الليل. وهنا الله تبارك وتعالى حتى يحصر الطارق من هذا، حتى ما تروح أذهاننا كثير وتشرد أذهاننا ونبدأ نفكر وإيش معنى الطارق هذا. السماء معروفة، وهو هذه القبة الزرقاء اللي مبنية فوقنا، وبنيت بناء، وإلا الفلكيين وغيرهم يقول لك يعني هي مجموعة من الغازات متراكمة بذلك تظهر زرقاء. والشريعة الإسلامية وعلم التوحيد وبما فيه القرآن على أنها سماء مبنية، والذي رفع السماء بغير عمد ترونها، قالك رب سبحانه: أنا رفعتها بلا أعمدة، المسجد هذا لو نحول الأعمدة لقدر الله ينزل، ما يستطيقون بدون أعمدة، لا بد لها من الأعمدة. بينما السماء قال لك ربي بالقوة أنت عرفتها بلا أعمدة، كيف؟ ما نحن عارفين ولا حد يعرف. وبعدين سبع سماوات لها أبواب، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كل كلام عن السماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى كان مع جبريل، لما راح قلنا في
إسراء المعراج أولا طلع للسماء، أولا صلى بالأنبياء في بيت المقدس، بعدين طلع إلى السماوات العلى في الإسراء والمعراج قصة معروفة. قال لما رحت مع جبريل فإذا وصلنا إلى السماء الدنيا، يعني السماء الأولى، يطرح جبريل عليه السلام يقول من الملك من الملائكة، يقول من الطارق، يقول له جبريل، يقول له ومن معك، يقول له محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا له، ويقول له هل أذن له هذا اللي راك جايبه معاك، راك جايب معاك ماهوش راجل ساهل، راك جايبه معاك، جايب معاك نبي، ما كانش فوضى عند الله ولا عند الملائكة المقربين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى فهم ينفذون أوامره حرفا حرفا. يقول له من معك، يقول له محمد، يقول له وهل أذن له، يعني جه الإذن باش يطلع، أنت معروف جبريل تطلع تنزل بأمر الله، ولكن هذا اللي راك تطلعوا معاه ليس من أهل السماء، يسكن في الأرض، علاش راك تطلعوا، جه الإذن ولا ما جاه، يقول له جاه الإذن، عنده إذن من الله باللي يطلع يفتح له الباب ويطلع. لما يلحق السماء الثانية يزيد يطرح، يقول له من، يقول له جبريل، يقول له ومن معك، يقول له محمد، يقول له وهل أذن له، يقول له نعم، يفتح له الباب يزيد يطلع للثالثة وهكذا الرابعة كلها والخامسة والسادسة والسابعة، وهو يطرح والملك يقول له شكون، يقول جبريل، يقول ومن معك، يقول محمد، يقول وهل أذن له، يقول له نعم، يفتح له الباب، ما كاش فوضى. إذا عرفنا بلي السماء هذه لها أبواب، السماوات هذه لها أبواب ولها خزنة ولها ناس بوابين يحرسونها جد الحراسة، ماهيش فوضى، ماهيش مهملة. إذا حتى يلحق للسماوات العلى، حتى يلحق للسماء السابعة، هناك يقف جبريل ويخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يروح، كيف يقول له روح معي، يقول له لا، فإن منا إلا وله مقام معلوم، كل واحد منا عنده مقام يوقف أمامه، أنا هنا المقام تاعي انتهى، ما استطعش ندخل، ما استطعش نمشي، هنا يكفيني، بينما أنت اللي تدخل، أنت اللي تزيد، ما استطعش نمشي. إذن هنا الناس اللي يقول لك كيف أمريكان وروسيا وصلوا للسماء وصلوا للكره ووصلوا للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا للأشياء، كيف هذه الأبواب اللي راكم تقولوا عليها؟ كسروها ودخلوا ولا كيف؟ نقول لهم يا إخوان، راه الأمر تاع ربي كبير، ماشي راهي أمر ساهل بسرعة يقبضوا الطيارة ويدوروا على ملكوت الله، هذا كله الناس هذا وين رامي دوره؟ رامي دوره في سماء الدنيا اللي قال عليها رب سبحانه في سورة الملك: زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. السماء الدنيا هذه هي اللي راهي مزينة بالمصابيح، السماء تاع الدنيا الأولى تاع السماء الأولى هي اللي راهي مزينة بالمصابيح، وهي اللي الله تبارك وتعالى أذن للبشر أن يعرجوا فيها كما شاءوا، أطالما الإذن طالما عرجوا فيها كما شئتم، أمشوا في فيا فيها كما شئتم، كما شئت تمشي في الأرض كذلك كما شئت فامشي في السماء. إذن الوسائل اللي راهم يستخدمونها هذه كلها في سماء الدنيا، لأن ملكوت الله تبارك وتعالى عظيم لا يحيط به أحد. وهذه قالها أحد الكفار بعد ما طلع للقمر ونزل، دار معه استجواب، وهو الرائد الأمريكي جيمس إيروين، دارت معه دولة قطر استجواب وعرضاته وقالت له تكلم. الكلام الأول اللي بدأ بالسلام عليكم باللغة العربية، وبعدين بدأ يترجمها لي. قال أنا لما كنت صغير كنت معجبا بالقمر، كنت نحب القمر كثير لما كنت صغير. قال لهم لما بقيت نقرا بقيت نتخصص في علم الفلك. قال لهم بعدين قريت في علم الفلك بأن البشر وما فيه من حيوانات وغيرهم على وجه الأرض يعتبرون ذرة على وجه الأرض. يعني إحنا والحيوان وكل شيء إذا قسناها بالأرض شاسعة يعتبرون ذرة صغيرة في وسط الأرض. قال لهم لما خرجت للقمر ونزلت على القمر وشفت الأرض من فوق القمر كيف دائرة،
قاتلهم قال لهم شفت يعني الكواكب الأخرى وغيرها من النجوم؟ قال لهم وليث نعتقد والشيء اللي اعتقدته يعني علم يقيني بحت على أن نحن والأرض والقمر كلها ذرة في ملكوت الله. هذا كافر قال. قال لهم وليث نعتقد بل الأرض والقمر والنجوم وكل شيء كيشغل ذرة كيشغل فتاتة تاع الرمس والمروية في وسط الصحراء إذا قرنت بملكوت الله. ملكوت عظيم ونجوم عظيمة وكواكب ضخمة، لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها ويعلم مسارها ويعلم جميع أدراجها، لذلك أقسم بها. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ربي سبحانه حلف بالمواقع تاع النجوم، يعني بالأماكن تاعها وين ركبها ربي سبحانه. وبعدين قال لنا احنا ما شفناش ولا نعرفه، وإنما لما جينا العلم من الله نأمنوا به. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا الشيء اللي قسمت بها راه كبير. والعظيم كما قال العلماء العظيم إذا عظم عظيما فكيف يكون هذا العظيم؟ الله عظيم وعظم هذه الكواكب. إذا قد مناتكم ما أعلم بها إلا الله. لذلك الله تبارك وتعالى هنا قسم بالسماء أحلف بها. ونرجع للقسم، الله تبارك وتعالى كما قلت لكم في أحاديث كثيرة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يقسم كما بغى، يحلف كما بغى بالمخلوقات التالية، وليس لمخلوقاته أن يقسموا إلا به. بينما احنا ما يجوز لناش باش نحلفوا إلا بالله. بينما ربي يحلف بالشمس، يحلف بالقمر، يحلف بالليل، يحلف بالضحى، يحلف بالجبال، يحلف بالتين، يحلف بالزيتون، يعني موت القرآن كل حاجة جت أمامها الورق ثم القسم، هذه كلها حلف كلها قسم. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقها ويعلم عظمها ويعلم قوتها. فمن هنا أقسم بها. أما نحن فلا نعلم هناك عظيما إلا الله. فإن كانت هذه السماء عظيمة فالله أعظم منها وهو الذي خلقها. لا يجوز لنا أن نقسم بها بل نقسم بربها. إذا نحن البشر لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. لذلك ورد في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يسكت. ما يحلف حتى برسول الله ولا بالكعبة ولا بباباه ولا بخوه ولا براس يمناه ولا شيء. وإنما ليس هناك عظيم إلا الله. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يسكت. وفي رواية أخرى من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي روايته كذلك ثالثة من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي الشرك في رواية. وفي رواية أخرى قال من يحلف بغير ربي كفر. لماذا؟ لأن معروف أنه لا يحلف الإنسان بأحد إلا إذا كان عظيما. لذلك نحن نحلف بالله لأنه عظيم وحقت له العظمة، والعظمة حق له. بينما كنت تحلف بواحد آخر وتخلي ربي سبحانه كأنك عطلت هذا الآخر أكثر من ربي سبحانه. من هذا الباب كان إما كافرا وإما مشركا إلا أن يستتاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بأبي. كانوا في الجاهلية يحلفوا بوالديهم برأس باباه وباباه لأنه كانوا يعظموا والديهم كثير. عمر الخطاب قال الحقني الرسول وأنا نحلف بباباه. قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت، وفي رواية أو بالطواغيت. قالوا ربي والرسول راهم ينهاكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت بالناس اللي يعبدوهم من دون الله. احنا درك ما عندناش الصنم، ما عندناش اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما عندناش الطواغيت تاع كفار قريش، ولكن عندنا طواغيت صنعتهم فرنسا ولا صنعهم الدراويش تاعنا. عندنا سيدي محمد وسيدهم عكاشة وسيدهم علان وسيدهم كذا، اللي يحلف به هو هذاك نفس الشيء. بحال يحلف باللات والعزى، لأن هذاك يعظم اللات والعزى وهذاك يعظم سيدي محمد ولا سيدي عكاشة.
ولا سيدي عبد الرحمن الثعلبي اللي يبغى. المهم لأن القسم هذا عبادة يا إخوة، ما تقولوش كلام، القسم عبادة. إنسان لما يحلف راه يعبد في ربي سبحانه، ويوم القيامة ربي يجازيه يقول عبدي عرفت حقيقتي وعرفت عظمتي فأقسمت بي، يعطيه يجازيه يقول له لأنك عرفتني بلي أنا عظيم حلفت بي. بينما لما يحلف واحد آخر يجيبه يوم القيامة يقول له عبدي هذا اللي حلفت به معايا شكون أكثر؟ واش يقول؟ يقول له انت قل لي واش حلفت بي. إذا يقول له لما حلفت بغيري دليل على أن غيري أعظم منك. لما الإنسان يحلف بغير ربي والعياذ بالله كأنه عظم غير ربي على ربي سبحانه، وهذه معروفة إلى عهد قريب. كان الناس لما يستسقون لما كذا مثلا يطلبون السقيا يروحوا يديروا الوعدة عندهم أي ولي من أولياء اللي لا مغريين على الظلم والطغيان، يديروا الوعدة ويديروا الزردة ويضربوا البندير 7 أيام و7 ليالي ما طيحش الشتاء. جاء واحد يوم قال لهم يا ودي خافوا الله اش تجيب البندير؟ اش تروحوا للجامع روحوا الوطيه هناك تذرعوا ربي سبحانه وصلوا ركعتي ينزل عليكم المطر. قال له واحد ايه ما جابها سيدي عيسى الزيني جيبها سيدي ربي مسكين. ما تضحكوش يا اخوان شي صحيح كان عقد بينها. ومازال الان لما تكون بين الانسان محاجه ويقول له احلف والله يحلف له يحلف له بالايمان المغلظه، لما يقول راح عندك السيد ومعك شاتر تحلف يقول لا ما نروح. كاين ولا ما كاينش؟ كاين. كان واحد ما ادري لا راه واحد من الكبار هنا عايش يدلنا على اساميه قال لي عليه الحاج طويل رحمه الله. كان واحد جوج كبير فرنساوي يفهمكم مليح باش تشوف القضيه من فرنسا ماشي منا حنايا. في نرجع قاضي هو قاضي على اسمه لكن نسيته، قاضي محلف كبير لما يجوا الجزائريين يتخاصموا ويكثروا في المحاجه واحد يقول له داعي واحد يقول له داعي يحير فيهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم روحوا. يقول لهم روحوا نهار الجمعه ارواحوا نديكم لسيدهم يوسف. المهم يقول لهم روحوا نهار الجمعه نديكم لسيدكم يوسف. سيدي يوسف هو نفسه يسمي سيدي يوسف لأن قال أنا لما جيت من فرنسا ما تولد لي حتى طفل كنت ما نولدش، ولما جيت اديت الباروك وديت العجمي سيدي يوسف قال ما عندي طفل سميته عبد القادر وواحد سميته يوسف ما يهمناش، ولكن في فرنسا نسمي أنطوان وزوزيف ويضحك علينا باش يخلينا في الشرك. المهم يقول نهار الجماعة راح نديكم سيدي يوسف تحلفوا. قال مجرد ما يقول لهم الكلمة هذه يقول له خلاص بس الحق حق وأنا اللي رايح. من ديك النهار وانت تقول حقي ولما لحقت الحلف تاع سيدي يوسف قلت الحق حقه. اذا لان سيدي يوسف ياخذ فيه الحق هكذا على كلامه، والا ما فيش اللي ياخذ الحق الا الله. ما فيش اللي ياخذ الحق وما فيش اللي حي لا يموت الا الله. وهذه مره تعنينا ما زلنا نعيشوها ما زلنا نعيشوها. واحد يقول له كذا يقول له يحلف لك بالله وكل شيء، لما يقول له روح يديه سيدهم بوس نازل يقول له ما نروحش. لماذا؟ لان اذا حلف يلصق في السلسله، فهمتوا؟ يلصق في السلسله ما يجيبش يتحرك من السلسله كذب كله شرك بالله صريح. وانا فهمكم في هذا الشيء باش ما تقولوش يعني لابد ننظروا حاجات كبيره، احنا نزلنا نبداو من الاول لان رانا في العهد المكي نتكلموا عن الشرك والمصايب اللي رانا غارقين فيها والجزازنا والشوافات اللي رانا عايشين فيها. اضطروا بناتنا لما تلحق باش تعقب الثانويه العامه يقول لها روحي لك الزنا الفلانيه تكتب لك حرز. وجاو شابات كثيرين سمعنا بهم وجاو يستفتوا بهذا الامر هذا، ولما تروح لك الزنا تكتب لها تروح ولا ما تروح باش تربح البكالوريا. قالوا واش دخل لك الزنا في البكالوريا يا اخي يا جهل ما تعرف والو. افهموا منيح يا اخي القرايه لازم الانسان لما يقرا يستنير ويضمر بريده اللي يشوفه ويعرف. اما لما يقرا ويريح جاهل له بقرايته، لما يريح جاهل يروح لواحد جاهل ينزل له ولا يشوف له ولا يعطيه حرز يقول له وسدوا عليه لنا بعدين تروح ويفتح عليك يفتح عليك شيطانك وتولي تشوف كل شيء. كاين من هذه وادخر امتحان في الجزاله ونسألوا وتشوفوا البنات والشباب تاع البكالوريا لما تلحق ولا اي امتحان
يروحوا لعند الشوافات يقزلوا لهم وتعطي لها الحرز باش تجوز للبيعه. وقال لك نجحوا واللي ما دارتش ما نجحتش. صحيح هذا الشيء؟ والله انها لا مصيبه كبيره وما زلنا نعيش فيها وما زلنا ما زالوا ناس يامنوا بها وما زالوا ناس حاسبين بلي هذا الامر هين. والله انه ليس بالهين، انه عند الله عظيم. هذا الشرك هذا اعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به على وجه هذه الارض هو الشرك بالله. ما كانش هناك جذان ولا شوافه ولا كاهن. لما كان الاسلام يمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الائمه الاربعه كلهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانش هناك كهان ولا جذان ولا سكان. احد الصحابه كان يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة وقصة صحيحة موجودة في فتح المجيد اللي ما يبحث عنها. يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة في السوق راح لها خلف يشوف وش ما يشوف. وإذا وجد هناك ساحرا سحار عنده قفل يحكم القفل هذاك يقطع له راسه والناس يهربوا كل مروح وما تروحوش بعيد. يدلي له راسه هذاك ويشدوا من يده وينظروا. انتبه واحد قال ها الله يحيي الموتى، قال هذا الرجل يحيي الموتى. الصحابي ذاك الغضب دخل الحلقه هذيك جبد سيفه وقطعها قطع السحار نصفين قالوا خليه يحيي ما حياش روحه. كيما حياش روحه الامر كثر والناس تقاولت بالهضره كثير. وصل الامير قال لهم جيبوا هذا الرجل اللي قطع الرجل لازم تجيبوه. دخل على الامير قالوا علاش قطع هذا الرجل؟ قالوا سحار. قال له السحار امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب عنقه بالسيف. قال له انا ما نعرف وانا امير ولكن اللي يحكم فيا امير كبير لابد من وسطك العنق ودبر راسك معاه. كان اللي يحكم انذاك امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينه. رسلوا هذا اقتروح مشي روح حامل رسلوا من العراق للمدينة عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن هذا الإنسان أضرب واحد قطعه بالسيف وراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتشر عنه. لما مسكوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى قال له قتلت الرجل؟ قال له قتلته قطعته نصفين وخليته يحيره ما حياش روحه. قال له علاش؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. سيدنا عثمان ماهوش بالرجل اللي يخطو الأحكام، عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له صدقت. قال له اذهب والله لو لم يكن فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بأحد سيف المدينة. قالوا له كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هو اللي قال الكلام هذا وما اعطاناش امر. قالوا كيما انت قطعت له راسه وقطعته على زوج انا ثاني قطعك على زوج، لان ما يجوز واحد يقتل مسلم، تقتل مسلم نقتله. قال له ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها قال له روح راك حر خلاص ما عندنا ما نقولوا. اذا الحد تاع الساحر وجنو. ولكن يا اخوان انتبهوا جيدا، واحد يروح لعند سحار ولا قزانه يقتلها ولا ماهوش الامر هذاك، ماهوش الامر هذاك، لان الامر فوضى. اما هكذا نقيم الحدود بانفسنا هذا ما هو حل. المهم احنا ننبهوا رواحنا وننبهوا عشيرتنا وجماعتنا ونسانا ما يروحوش لهذا الشيء وانه شرك بالله العظيم. لو الانسان يخرج من بيت القزانه ويموت في الطريق ما نصلوش عليه في الشريعه الاسلاميه، ما نصلوش عليه وما نغسلوش وما ندفنوش في مقابر المسلمين ونلوحوه هناك نردموه في غابه ونلوحوه في الخلايا ياكلوه الغربان والدود، لانه مات مشركا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال اللي يروح لعند الشوافه ولا لعند العراف ويقزل له ويأمن به. قال كفر بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم، واش جاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاب النبوه وجاب القران. النبوه والقران صدق والكهانه والجزانه كذب. لما صدق الكذب اكفر بالحق وهو القران والسنه وهو القران والنبوه. لان ما عندناش احنا زوج قلوب يدخل فيها السحر والجزانة والقرآن كلها كيف كيف ما كاش منها. تؤمن بهذه تكفر بهذه.
تأمل بالقرآن تكفر بالجزالين والطواغيت، تأمل بالطواغيت والجزالين تكفر بالقرآن، واحدة منهم ما فيها شهادة ولا هذه، وكل اللي يجيبوه كله كذب. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. سألوه الناس عن الكهانين، عن الجزالين والشوافين والعرافين، يعني واش رايك يا محمد، كاينين هما يعني ناس على حق ولا على باطل، يعني اعطينا التفصيل. قال لها: ليسوا على شيء، ما كاش منهم كما نقولوا احنا. نطقتي قالوا: يا رسول الله والله انهم لا ياتون بالكلمه حقا. قالت له: والله مرات يجيبوا كلام صحيح، ورانا نشوفوهم يروح يقول يزيد عندك طفل، يزيد عنده طفل، ولا يقول له: راك جايك عمرك من فرنسا ولا مانيش عارف، انك جاي عنده صحيح. منين جاب الكلام هذا؟ عائشة داخل قالت له: يا رسول الله يقول كلمة حق وجي. قال: أنا أقول لك منين وجي. قال لها: تلك الكلمة كلمة من الحق يأتي بها الجن يختطفها من السماء فيقذفها في أذنه فيخلط معها 100 كلمة. صح؟ الجن الشيطان، لأن كل واحد من الكهانين هذا، أنا خليني أفسر لكم الكلام، نوقفوا غير عند القسم هنا باش أفسر لكم الكلام وبعد إن شاء الله ننطلق. قال: كل الكهان هذا لابد عنده ميثاق مع الشيطان، مع جن من الجنون. الجن هذا يروح يجيب الخبر، يلقون السمع واكثرهم كاذبون، يجيبوا الخبر من السمع. الله تبارك وتعالى لما يقضي في سماء الدنيا امرا يقذفه الى الملائكه، فالملائكه تسبح ثم تقذفه الى الذين يلونهم ثم الى الذين لا يلونهم حتى يحقوا الى سماء الدنيا فيكبرون ويهللون. يسرق الجن الكلام، يقول باللي فلان غادي يزيد عنده هذا، ولا فلان او جاي من الخارج، ولا فلان كذا، يجيبها يجري يحطها في اذن الكهان. يجي لاخر الكهن يقول: راح يقالك وراح يقالك، يبدا يخلط ويجلط وكذا ويجيب 100 كذبه، وبعدين يدخل فيها الكلمه تاع الصح. الواحد ما يشوفش لل 100 كذبه، يشوف غير الكلمه تاع الصح. قال: انهم ليسوا بشيء، تلك الكلمه من الحق يسترقها الجن من السماء ثم ياتي بها الى الكائن فيقذفها في اذنه، يلوحها في اذنه، وبعدين هو يبدا يتكلم بها. لما يبدا يتكلم بها تجي حق ولا تجي باطل، يقول لك: ها قالها. لو كان ما عندوش الحق ولا كذا كيف يقولها؟ لو كان ما يعرف، اذا هو عنده صله بالله تبارك وتعالى، وانا عنده صله بعلم الغيب. لا والله، علم الغيب حتى الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعلمون الغيب، حتى الملائكه المقربين لا يعلمون الغيب، وانما اذا اعلمهم الله تبارك وتعالى يعلم، واذا لم يعلمهم لا يعلم. هذا هو الثابت في الحديث، هذا الثابت في مذهب اهل السنه والجماعه، على انه لا يعلم الغيب الا الله. لا يعلم الغيب الا الله. اما الكهان يجيبوا لهم الجنون بتاعهم، يجيبوا لهم الخبر. وانا قلت لكم في احاديث كثيره عندي دليل استنبطته وحدي مادي، تشوفوه كلكم بعينكم وقولوا بان الكهانين كذابين وعندهم صله بالجنون. تروح عليهم تقول لهم: لك اودي انا ولي الله، وهاو الدرام كيما رحت للحج، وهاو الرقعه تاع الحج، ومانيش عارف كيفاش انا عندي صله بالكهان. انا نعطيكم، انا عندي صله يقول لك بالجنون، ما عندي صله بالجنون، يقول لك انا مباشره نشوف في الغيب ونقول لك. في رمضان لما يجي رمضان شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا. شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا. كي يروح لهم واحد بالشياطين كيما هما يقول لهم: يا ودي شوف لي ولا نحي لي ولا مانيش عارف، يقول له: رانا حنا واش كاينه ولا ما كاينش. والله لا بغيت واحد يفهم لي العواشر هذه واش لهم، ما بقيناش واحد يفهم لي العواشر هذه واش لهم. العواشر الطبيب كي تروح تعالجه انا ما نقولكش ساني في العواشر، يقول لك عطله صيفيه انا رايح للخارج ولا للداخل. صح؟ يكتبها لك في الباب رايح انا رايح عطله، ولا انت كي ما تخدمش تكتب عطله، الجزان يكتب العواشر. وشنو العواشر؟ انا فهمكم وشنو العواشر. الشيطان اللي راه داير مع الميثاق، الشيطان اللي راه داير مع الميثاق راه مسجون،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يكون رمضان، اسمعوا مليح، لما يكون رمضان تفتح أبواب الجنة وتوصد أبواب النار وتصفد مردة الجن. مردة الجن، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين كما بني آدم نفس الشيء، في المؤمنين وفي المردة. المؤمنين كما احنا وراهم جالسين معانا هنا وراهم يسمعوا الدرس ويصلوا معانا، ما تنخلعوش مؤمنين، وكي يكون الجهاد الاسلامي جاهدوا مع المؤمنين لانهم اخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب معهم ميثاق في مسجد، راه الحجاج اللي راحوا يحجوا عند البريد المركزي في مكه، في مسجد يتسمى مسجد الجن، معروف في مكه قديم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجنود وامنوا به وصدقوا به واعطوه، قالوا يا رسول الله اعطينا الزاد، قال لهم الزاد تاعكم هو كل لحم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قالوا اعطينا الزاد ما ناكله رانا مسافرين، قال لما نعطيتكم امنوا به كما الصحابه، قال لما نعطيتكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون ما كان عليه أوفر لحمة. قال لهم كل عظم مذبوح بالطريقة الشرعية الإسلامية، يعني ناس ذبحوا. قال عام تاع الدواب تاع أخوانكم الجنون، ما تدناوش ليها، ما تخسرولوش طعامهم. العظم ما يستنجش به الإنسان، الشيطان راه محبوس. لما يكون محبوس الكهان والجزان يولي بلا عقل، ما يعرفش الخط يدخلوا في البرا. كي تقول له تاو ودي كذا يقول لك ودي العواشير، الشيطان ما كاش راه مغلوب، فهمت كيف؟ الشيطان نتاعو راه مسجون، والا اللي عنده دواء شرعي ما يتعلمش بالشهور ولا بالايام، يتعلم بالحاجات اللي عندها معنى. يقول لك انا مسافر، انا مريض، ولادي عيانين، ما نجمش نروح الله يسهل عليك مره اخرى نروح نعالجك. اما يقول لك عواشير، عرفت ان القضيه فيها الشيطان وفيها السحر وفيها شياطين داخلين في الوسط. هذا دليل باش تفهموا واحدكم باللي الجنون تاعو راهم مربوطين اللي يجيبوا له الخبر. كي يكمل رمضان وينطلقوا ويجوا ثم روح ليه تنتهي العواشير. فهمنا؟ هذا دليل من عندي انا باش تفهموه، باش تعرفوا بلي هؤلاء الناس زنادقه كذابين لا حق لهم في الاسلام، كلها اما يستتبون ثلاث ايام او تضرب عناقهم. ولكن لما راهي الامور سايبه راهم مثلا سايدين، راهم داروا البطاقات وراهم يوزعوها للناس، قزاله فلانيه وشوه في الفلاني اللي يبغى يشوف ولا اللي يبغى يقزل. إذن يا إخواني الكرام، نحن هؤلاء الناس نقاطعهم، وهؤلاء الناس ننبذهم، وهؤلاء الناس نبين للناس حقائق أمرهم ونفضحهم، ولا نترك أولادنا ولا نساءنا ولا جماعتنا يذهبون إليهم، فمن ذهب إليهم فقد كفر بإجماع العلماء. بنص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كلامي. اللي راح للجزان وصدقه اكفر من ينزل على محمد، واللي راح له بدون ما صدقه كاين حديث واحد اخر. اللي يروح للكهان يقول لك انا غنضرب دوره برك نروح نشوف، ما يهمنيش فيها انا، يقول لك يكذب ولا يصدق ما يهمنيش، روح غير نشوفه برك نضحك عليه، ما يجوز تروح ليه. لان يعرف لي يشوفك واحد اخر، اول المروه تاعك تروح، ثانيا انت تقوي جماعه المشركين، ما ينبغيش باش تقوي جماعه المشركين، هؤلاء جماعه المشركين ينبغي ان نقاطعهم. لكن الانسان يقول لك انا نروح برك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من اتى عرافا، اللي راح قال عراف بلا ما كتب له بلا ما قزم له بلا ما حتى شيء، غير دخل داره ولا شرب حتى الماء، لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله ينجينا. اللي راح غير العراف بارك بلا شوفه بلا حتى شيء، قال روح نشوف الناس تاعو شحال يجوا الناس في النهار يضرب دورة بارك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم.
يعني 40 يوم وصلاته ما تطلعش للسماء عند ربي باللي ماهوش يصلي. ولو لنا في الجدل مات في ذيك 40 يوم. لو مات يموت على غير ملة الإسلام. فهموا منيح؟ الأمر ما هو سهل. يقول لك علاه في الزنا واش كاين اللي راح لي أخلاق؟ يا أخي أنا نصلي ونصوم، واش غادي يدير لي؟ يا إخواني الكرام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماهوش كلامي. اللي صدق الكاهن أكفر. واللي يروح غير للكاهن برك بلا تصديق بلا شوفة بلا حتى شيء، ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم. وإذا مات في ذيك 40 يوم والعياذ بالله يموت على غير ملة الإسلام. أفهموا مليح، الأمر سواء أو سهل. الأمر خطير ولا بد ننبهوا بعض النظر. والإنسان حتى بعض الناس عندهم سيارات اللي يسموها سيارات الأجرة، تقول له اديهم السيد محمد ولا اديهم السيد عكاشة ولا كل ما نديش. كل الحلال يا أخي العزيز. قال لك لا، أنا تعطيني 50,000 هذه المرأة هذه ولا تعطيني 40,000. وحتى أنا قال أنت كي تعطيني شحال تعطيني 1,000 فرنك؟ قال لي تعطيني 50,000. مسكتو هنا يخدم سيارته. قلت له راك تدي العجايز اللي قزازنا؟ قال لي معلومة هذيك هي خدمتي. المرأة نديها ونستناها نجيب 50,000. أنت كي ركبك شحال تعطيني؟ تعطيني 1,000 فرنك. قال لي. قلت له أقول لك حاجة، الفرق ربي سبحانه يطرح لك فيها البركة ولا كذا. أما تروح للجزانة هذيك تدي المرأة هذيك تعطيك 40,000 تعطيك 50,000 كل يوم تجي تصلح سيارتك، ومن الأخرى مرة تضرب تموت كلها تروح لا أنت ولا السيارة. روح وتتبع. وجلس حوالي ما أدري 6 شهور ما أدري سنة ما أدري كذا، وجاء واحد من الإخوان قال لي فلان اللي كان يدي النساء للجزانات راه تاب وراه يقول لك راه يرحم عليك وراه يدعو لك تعاون الخير، وراه يقول لك خلاص بطلت مالي ندي حتى المرأة للجزانة ولا للشوافة ولا وين بغيتي تقول لفلانة ولا ما نديش. توبي لله، هذيك الجزانة واش غادي تدير لك؟ ما عندها ما تدير لك. الانسان لا بد ياكل لقمه الحلال. ما يقولكش انا على عندي السياره نركبها، بغات تروح حاشا الناس لا تبرنا ولا تروح الجزاله ماشي شغلي فيها. لا، هذا كلام ما يصلحش. نحن امه اسلاميه ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احنا المؤمنين نتعاونوا على البر والتقوى، يعني نتعاونوا على الخير وكذلك نتعاون على الشر باش نحول. وهذه الجزانات شر، واللي يديهم بالسياره نفس الشيء، لان ما تبقاش اللي يديها ممكن تريح في دارها. او تجي انت تركبها تقول لها حرام عليك، هذه كلمه حرام، ويجي الثاني يقول لها حرام بلاك تنتبه وترجع لها. ولكن هي غير تشوف الدراهم تقول لك هاك الدراهم الديني، الانسان ينظر للدراهم دراهم يخلص. ويا اخواني ينظر الانسان اللقمه الحلاليه اللي ياكلها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعوا للناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية. ذات يوم جاب له الخاتم نتاعو البن أو حليب شربوا. لما شربوا نادى الخاتم نتاعو قال له تعال. انتبهوا مليح وسمعوا مليح. قال له تعال. قال له أصدقني، من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي منين جبت البن هذا؟ قال له والله يا امير المؤمنين لقد كنت كهنت لرجل في الجاهليه وكنت لا احسن الكهانه ولكنني اصبت، فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا فكلما لقيني اكرمني، فلقيني هذا المره فاكرمني فاشتريت بهذه الدراهم لبنا واتيت به اليك. قال له لما شرب، هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافية، كي يشرب في الحاجة ولا يأكلها وتدخل كرشه يعرفها باللي فيها حاجة، لأن شفافية الإيمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله، يعرف حتى الماكلة إذا ذاقها يعرفها باللي حلالية ولا حرامية. أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة لما شرب البن هذاك نادى الخادم تاعو قال له منين جبت لي البن هذا؟ قال له قول له. قال له انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نقزن، مسكت واحد الراجل قزنت له، كي قزنت له قصته افرح
عاملين يقالي كوني يجبني دخل يده هاك يقول له انا ربحت على جرب. قالوا القاني ذيك النار قاني كي قاني قلت انا والله روح نشري الابل المؤمنين قد حدا البن ونعطيه الشرب. شريت له قدح البن وجبت له تشربه. والقصه صحيحه مانيش الحاجي. قالوا هكذا قالوا هكذا قالوا فلا تعود اليها ابدا بالك تعود مره ثانيه. ثم ادخل يده في فمه فقاع ذلك اللبن. دخل يده وتقيأ خرج من هذا. قالوا ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا تاع الادمي الى البت من حرام جهنم تاكل. جهنم يوم القيامه تكون كيف ذكير كيريخ لما تجوزوا ما يقبر لا في النحاس ولا في اليمين ولا في شيء لما ولا في السجاج ولا غيره. لما تلحق الحديد يقحط صار مش صح. هكذاك جهنم يوم القيامة تجوز على الناس اللي تلقى لحم نابت من لحم الحلال ما تمسوش ولا تدناني واللي لحم مخلط حلال وحرام تقحطوا تديه. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ماشي كلامي هذا والله ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى. اللحم اللي ينبت من الحرام من السحت هم الظلم موجوده في القران كانون للسحت السحت الحرام. ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى جهنم تخبثوت الدين. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفس القصه ارسل الخادم بتاعه وقال روح جيب لي قدح من اللبن او من الحليب. فخرج وجاب له قدح وجاب. قال له منين جبت؟ لما اشرب قال له تعال اصدقني الخبر من اين اتيت بهذا اللبن؟ قال له يا امير المؤمنين والله لقد كانت ابنك بعيده غربت بعيده فتعبت من اصلها فحلبت لك من حبل الصدقه. قال له لما خرجت باش نحلب لك مني وقد تعاك لقيتهم تعاك اتعبت. قلت انا ما قال لا ربي احلبت لك من ابل تاع الصدقه. كاين الابل دايرينها للصدقه يعني الفقراء والضعفاء هما اللي يحلبوا منها اما الاقوياء الاغنياء ما يحلبوش منها حرام عليهم. قال له احلبت لك من ابل الصدقه وقلت انت وينك عارف كله حليب هكذا. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل الملهم رب سبحانه يقذف فيه العلم. سيدنا عمر رجل ملهم رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبوا في القصة معروفة وصحيحة صريحة. يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه يرسلوا مع واحد يقول له سارية جيش مع الرومان جيش يعني كبير في غزوة كبيرة وهو يخطب للمؤمنين في المدينة. هذا الرجل العظيم يخطب لهم واذا في وسط الخطبه قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل وكمل الخطبه تاعه. الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الاسلامي قالوا قلنا كيفاش انتصرتم؟ قال والله كاد الرومان يطبقون علينا الجبل فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يطبقون عنه فسمعت صوتا جوهريا كأنه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل فألجأنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. وهذه قلالة مكاش منها كاين منها يا أخي. أنت لما تشوف الآن أمريكا تقول كاين منها. شفت أنت أمريكا؟ شفت القمر؟ لا وروا لك في التلفزيون قالوا لك علم هذا. وشكون دار العلم؟ شكون دار؟ الله ولا شكون؟ يا اخي الله. الله تبارك وتعالى اللي دار قواعد العلم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ووراه الجيش هناك ووراه موقعة الحرب ووراه استراتيجية الحرب. فنادى القائد تاعه قال جنب ظهرك للجبل وعيط له الاخر اسمع واتكى على الجبل وطلع للجبل اهزم ربي الرومان. ولما جاء قال لهم اسمع سيدنا عمر لما عيط له. والقصة صحيحة. هذا الرجل ملهم أحرامه لما يأكل حاجة مشبوهة أن ينتبه لها.
قال واخبرني منين جبت اللبن هذا؟ قال المؤمنين إبلتك كانت بعيدة وإبل الصدقة كانت قريبة فحلبت لك من إبل الصدقة. قالوا هل جزء في أن الصدقة نقول نحلب إبل الصدقة؟ دخل يده في فمه وتقيام وقالوا نفس مقاس النار أبو بكر. قالوا أيما لحم نبت من سحتي فجهنم به أو لا، اللحم اللي ينبت من الحرام جهنم تاكل. لذلك نحن نحوص الآن على رغمة الحلال، أما القابل الحرام راي الدنيا معمرة يا إخواني الكرام، ما تغركمش اترك رغمة الحرام يعطيك رب سبحانه مئات النقم من الحلال. فتش عن الحلال لأن يوم القيامة قلت لكم الحبل اللي ينبت من الحرام كأن استاهلوا. وإحنا ناس رب سبحانه الله ندعو فلا يستجاب لنا. هذاك الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقالوا يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة، قالوا يا رسول الله أدعو ربي يردني دعوة تاعي مستجابة. واش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ندعي لك. ما قالوش ندعي لك، أعطاه حل في نفسه هو، قالوا أطب مأكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي الماكلة تاعك تكون طيبة يعني تكون حلالية الاستجابة تاعك تكون مقبولة. احنا علاش ربي ماهوش يقبل منا؟ في الثمناي الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي، والبكاء والصراخ والعويل، وإسرائيل مع الجبهونا وحالتنا حالة، وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. علاه؟ لأن الكروش ماشي صافية، أقل ما فيها فيها الدخان، فيها ماربور وفيها كات وفيها روزمايت وفيها كما تعرفتم، أنا مانيش عارف أنواع كثيرة أشكال أنواع. والذي قالوا لكم حلال قالوا لكم تاع النعناع، قالوا لكم يكذبوا عليكم يا إخوان. والله يا حرام، أحب من حب من حب وكره من كره. أقل ما فيها فيها جوارة، ولا جوارة ما يدخلوش للكرش، والله غالي يدخلوا للكرش ويدخلوا للصدر ويدخلوا لكل شيء، ويتوكلوا حتى في وسط الجد، بدليل أن الإنسان إذا ما ضربش داره يدوخ راسه ما يجيبش يخدم عيان. علاش؟ لأن الكارو هذا يمشي في دمه كله من صباعه تحتني حتى آخر شعره من راسه القارو هذا، وإلا ينحي ولا يخليه كيف كيف. لا، لما يتوغل في دمه هذا كم عليه، هاو دخل حرام في كرشه، أقل ما يمكن القارو والشماعة داخلة في الطول، والقارو والشماعة هنا ما هيش من الخبائث، لا بد انها من الخبائث. ليه؟ لو كان ما هيش من الخبائث يجي واحد يجلس مجلسي هذا، يجلس واحد يجلس كما راني جالسين يتكلم يتكلم وبعدين يعيا ويجبد قارو ينصبو، تخرجوا ولا تريحوا؟ يلا قول هذا تخرجوا نعطيكم ساعة. ولكن لو كان انا نعيا وكل واحد في هذه الطاسمة نشرب ونشرب عادي صار لا باس عليا، شربت الماء كلكم تشربوا الماء. إذا لو كان حلال علاش تخرجوا؟ الشيخ تاعكم واش دار؟ ما دار والو، اضرب قرصة شما ولا قارو وبعدين كملوا كملوا الحديث. ها؟ إذا كاين منها، إذا فلي نفس القلب تاع بنادم يبين له الحرام، ولكن هو ما يبغيش يلعن قلبه. لأن واش قال العلماء؟ قالوا المعروف والمنكر ما تعرفت عليه القلوب السليمة، والمنكر ما أنكرته القلوب السليمة، بدون ما يقول لك اشرع. قبل ما يجي يقول لك اشرع حلال وحرام قلبك تنكر. شفت شيخ الجامع يضرب القوارة؟ قال هذاك ما يجيش يصلي موراه. يا أخي أنت تضرب القوارة، يقول لك أنا خاطئ، أنا على أنا عامي. إذا العامي وشيخ الجامع يختلفوا، علم يختلفوش في الماء والجازوز وفي لاتاي القهوة، يختلفوا غير بالقهوة والشماء. إذا قلبك لا يقول لك حرام، ولكن تركت غالب. لأن الأمر اللي حلال والأمر اللي مباح ما نختلف فيه أنا وأنتم، كلنا فيه سواء. ولكن الأمر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام أنا وأنتم.
أنا هذا دليل مادي من عندي، من عندي يقول لكم. إذا رضيتوا بلادكم ينصب قارة ولا شما قولوها. هل تبقى قيمتي عندكم ولا طيح؟ هاي طيح. علاش طيح؟ لأن درت حاجة محرمة. إلا بغينا الحقيقة حاجة محرمة، راه يشرب في حاجة محرمة. أقل ما يمكن حرام، ما يقول لك مكروه وكذا، هذا كله كلام. فهمنا كيف يا إخوان؟ قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعي ربي يردني الدعوة داعي مستجابة. قالوا أطب مأكلك، طيب مأكلتك، يعني خليها تكون طيبة، ماشي ديرها فوق الكلمة، خليها تكون طيبة، تكون مبرورة، تكون بعيدة عن الحرام، تولي تدعي ربي سبحانه يستجب لك في تلك اللحظة. فهمت كيف؟ وهذه اللي خلات المؤمنين استجب لهم الله تبارك وتعالى، كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه، لأن بطونهم وعقولهم نظيفة، كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم. وإحنا راكم تشوفوا نظلوا ندعو ونقفوا في عرفة، ثم ناي المسلم يعمر وطية منا حتى الحراس وما يدعو ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لما في تلك اللحظة هو محرم وتحوص تلقى في القراب بتاعه المال بورو، لأن في السعودية رخيص. لا هذه مشكلته. وحسبنا سهلة، ما هي سهلة والله، كبيرة بزاف بزاف. لأن الحاجات اللي رانا نقولها سهلة، العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظن انه ابو هريره رضي الله تعالى عنه في زمان الزين امسك واحد من التابعين، من كبار التابعين، هذا في عهده، قال والله انكم لتفعلون افاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال والله راكم تديروا واحد الخدمه، احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر، واحنا رانا نشوفها كي شغل الذبان سهله واش فيها. بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر، يعني كبيرة، ذنب كبير، بينما احنا نقول سهلة واش فيها. يا إخوان الإنسان ما يقولش واش فيها. وقلت لكم أنا من زمان، قلت لكم احنا رانا في الأصل أننا مجتمعون وأسرة واحدة وعائلة واحدة وعشيرة واحدة، ولكن في حقيقة أمرنا كل واحد راه وحده، بدليل أننا نأخذ آلاف المؤلفة نده فوق رأسنا واحد نده نحطه في المقبرة نجوه نخلوه. يا حبيبنا أخونا خالنا عمنا بابنا لا خلينا، هذه سنة الله في الحياة، خلينا نعمل، والله لا يستأنس إلا بعمله. لذلك يا إخواني اللي بغى ينجي نفسه ما يخزرش للناس، ما يقولش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير، سلك راسك، هذا حر، كل واحد شقه وراه يعوم. ما تقولي فلان عنده باخره ولا فلان عنده فلوكه وفلان ما عنده، سلك راسك، لانك انت يوم القيامه وكل واحد نديره في قبره ويسال وحده. ورد كذلك في حديث صحيح ان من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. انتم كلكم تسمعوا بالحق، احنا ما يهمش ناخذ الحكمه من افواه المجانين، ندوا الحكمه من اي جهه، من عند جحا وغيره. جحا سالوه قال وقت تخلص الدنيا واش قال؟ قال كلام انا لقيته في الحديث. قالوا وقت تخلص الدنيا يا جحا؟ قال يمكن نموت انا. هو صحيح كل واحد كي يموت تخلص دنيته، مجرد ما تخرج روحه يشوف مقامه اما في الجنه واما في النار. ورد في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. انت واش دخلك في الناس وكذا يجوا؟ انت خلاص غير تدخل في قبرك تشوف، فبصرك اليوم حديث، غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف مقامك إما في الجنة وإما في النار، مالك دخل بالناس اللي موراك. إذا فهمنا يا إخواني كل واحد يسلك راسه، كل واحد ينجي نفسه، ومالك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصح. ما تنظرش بغيرك الا على سبيل باش تنصحهم باش تورينهم باش كذا،
وإلا تأخذ من عنده الشر ولا كذا تقول فلان وعلاش فلان يدير ولا ما يدير، ما لك دخل فيه. انصحوا، إذا ما استطعش تنصحوا ألزم نفسك وسلك نفسك، لأنك أنت ذمة وأنا وكل واحد لما ردوا عليه تراب لا يبقى إلا مع عمله. فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيمان منه ولم يجد إلا ما قدمت يده، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يده، فينظر اتجاه وجهه فيرى النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، سلكوا لسانكم من النار ولو بتمرة، تمرة تقصها على زوج تصدق نص وتأكل النص. ولكن احنا لا، عندنا المنايل الكبيرة دسينا ومنس سلكوا روحنا من النار. احنا في الدنيا اللي هو حكيم مسكوه ويلحوه في الحبس يجون مالا يقول سيدي نعطوا الملايين وخرجوه، يقولوا لا ما نحتاجوش الملايين، لا حكمنا عليها بكذا يريح كذا. قال لك ربي انا جهنم لا طحت فيها خرجك بالدراهم. يا شفت رحمة ربي، رحمة ربي خير من رحمة العبد. العبد يطيح في السجن تقول له هاك الدراهم وخرجوا، يقول لك ما نخرج، يجوز 20 سنة 30 سنة يجوزها. بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك، يا مد الفلوس تسلك من جهنم. احنا قلنا لا، رحمة ربي خير من رحمة العبد. جهنم يطع فيها يسلك روحه بالدراهم، ولكن وقتها نعم ما بيت راه يخدم، وإذا إذا مات خلاص ما بقاش خدمة. الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي: الدنيا عمل بلا حساب، الدنيا عمل بلا حساب، حتى واحد ما يحاسب فينا، اللي صلى واللي ما صلاش، واللي زكى واللي ما زكاش، واللي حج واللي ما حج، ولا واحد حوس علينا، رانا هاملين. والآخرة حساب بلا عمل، والآخرة غير الدفاتر، جيبوا الدفتر هذا تعمر، زيدوا الآخر، جيبوا الآخر، جيبوا الآخر، واللي خصو شوية ما بقاش كيما راكم ديروا لانتريت، يقول روح تخدم العامين هذو وكمل لانتريت تاعهم، راهم يديروها. الآخر اللي خصو شوية يقول له ربي سبحانه روح تخدم جيب شوية حسنة خلاص. يا عمي أعطيني، يا أمي أعطيني، يا ولدي أعطيني، ما كاش. كل واحد يسلك راسه. يوم القيامة يتمنى الإنسان تقرض عظامه وجلوده بالمقاريض ولا تأخذ منه حسنة. يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس وما يدوش منه حسنة. لذلك يا إخواني الكرام بادروا ونجوا أنفسكم، وبادروا إلى التوبة، وبادروا إلى العمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.